السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كنتمنى يكونوا جميع النحلة بخير، ويكون النحلة ديالو نتا هما بخير وعلى خير. اللي بغيت الميساج اللي بغيت نلانسيه هو ان يعني الاجواء تغيرت وكل شيء تغير في هذا الوقت، بحيث ان كنا كنعرفوا التطريد يبدا يعني من 11 12 الفوق 3 2 يعني في الديروه، لكن الان تغير كل شيء، بحيث ان التطريد ولا كيوقع ما بين يعني في 7 الصباح. هذه دابا 7:30 وهاد الطرد خرج ما شاء الله، ولا تيخرج مع 6 ديال العشيه. يعني مع العلم ان شحال هذه 6 ديال العشيه ما كاينش كيخرج نحل، تكون صافي مشى الوقت. دابا ولا تيخرج 7 الصباح ولا تيخرج في 6 ديال العشيه. حنا نحاولوا ننزلوا هاد الطرد، حنا نعطيو له هاد الاطار. خليو هاد الاطار بهذا الشكل هذا باش نحل ولا غادي ينتشر فيه. احنا نفضنا كوبا ديال النحل، للاسف ما عنديش كيفاش ندير باش نصور لكم انا كنفض، اضطريت نوقف التصوير ونفض باش حتى تشلي طلع. مبقاش هنا بزاف، عشويش وغادي ينزل. نطلب الله تكون الملكة نزلت في الإطار، نقلبوا عليها معا مجموعين. دائما الملكة كتكون المطع اللي كتكون فيه الملكة كيكون الحال متكتل عليها، في الغالب غادي يكون فين غادي تكون، تكون هي اللي هنا. حنا علقنا الاطار بهذا الشكل على ما يتجمع النحل كامل، ونعاودوا ناخذوه في دقه واحده باش ما نخليوش مورانا النحل في هذا الشجره ديال العنب. حاولت نبقاش على الملكه لكن ما بنت ليش. سبحان الله، حنا كنقلبوا على الملكة في الإطار وهي طاحت الأرض، ها هي ما شاء الله.
كتطيح على الارض، عليها ما لقيتهاش في الاطار. هذه هي الملكه، النحل تيحاول ينظفها ويحاول يساعدها. الحمد لله ما صدمتش عليها، حتى انا كنت كاع كان عيني غير الفوق ما كنشوفش في الارض. ربي حفظها ما صدمتش عليها. داك الوقت كنا غنخسروا الطرد كامل. شوفوا معايا، راس الطرد استقر، ولكن انا حيت الملكة. الملكة هي كاينة في هاد القفص، كاينة لداخل، هي كتحرك، ولكن الطرد مستقر. وحنا كنعرفو الطرد ما كيستقرش بلا ملكة. هذا كيدل على ان كاين جوج ملكات، ولا كاين اكثر من ملكة. ما عرفناش شحال باقي في هاد الطرد هذا، حنا سحبنا وحدة، ولكن بما ان الطرد مستقر هذا كان يعني ان مازال الملكة تتمناك.